طيب مشاهدينا، أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، الشهر يلي منجتمع فيه مع العيلة لنقضي أجواء رمضانية لطيفة معهم، ونبدأ نجهز حالنا لنتابع أبرز الأعمال الرمضانية لنجومنا المفضلين يلي عودونا أنه يطلوا علينا كل شهر بأحلى وأقوى الأعمال الرمضانية، بالرغم من المنافسة القوية بالأعمال الرمضانية هالسنة، ولكن في موجة غياب واسعة على الشاشة من قبل بعض النجوم يلي تعودنا انه نحن نشوفهم على الشاشة طيلة شهر رمضان المبارك، وطبعا كانت اسباب غيابهم شوي غريبة ومفاجئة، ومنهم النجم معاذ الامام يلي عودنا انه يطلع علينا باعمال الكوميدية كل رمضان من كل سنة. عادل امام كان عم بيحضر لمسلسل رمضاني جديد وانتهى من تصوير جزء كبير من مشاهده، لكن التصوير توقف بظروف غامضة، بحين قال البعض أنه الحالة الصحية للزعيم عادل إمام هي السبب بتأجيل العمل. وأيضا الفنانة يسرى كمان رح تغيب عن هالشهر وعلى الشاشة، وهي كانت عم بتشكل ثنائي كتير حلو مع النجم والزعيم من سنوات كتيرة. أيضا كمان نيلي كريم اللي هي نجمة الشاشة العربية قررت أيضا أنه تغيب عن الشاشة، على الرغم من تأكيدها على أنه في مسلسل جديد لها برمضان ورح يحمل طابع كوميدي على عكس ما تعودنا عليه أنه نشوفها بأعمال درامية بحتة كل سنة، ولكن أيضا كانت الأسباب غامضة. وأيضا الممثل عمرو يوسف كمان طبعا كان خارج السباق الرمضاني وقرر أنه هو يغيب عن الساحة هالشهر بعد ما طبعا انسحبت الشركة المنتجة من المسلسل يلي كان من المقرر أنه يتصور هالسنة لينعرض بشهر رمضان المبارك، وأسبابه لحد الآن غير معلنة ومفاجئة. طبعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا هالأخبار بحزن كتير شديد أنه ما حيشوفوا نجومنا المفضلين هالسنة على الشاشات، ولكن السباق هالسنة هو سباق كتير قوي وكتير في مسلسلات فعلا رح تثبت حالة، وكثير من الممثلين العرب رح يشاركوا مسلسلات جدا قوية ونحن رح نتابعها.